بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولادي الحلقة الثانية في النسبة. خدنا قبل كده حلقة في البدايات، أمال النهاردة الحلقة عن مين؟ عن وضع النسبة في أبسط صورة. تعريف النسبة هنقوله تاني، هي مقارنة بين كميتين من نفس النوع باستخدام القسمة. فين القسمة دي اللي هنستخدمها دلوقتي؟ أنا جايب لك مسألة بقول لك ضع في أبسط صورة وكاتبها لك بالعربي، تقوم انت تعمل ايه علشان نغير كلمة الى اللي بالعربي دي ونكتبها حساب؟ نعمل ايه؟ نجيب ال 15 هنا ونعمل الى ونكتب ال 20 هنا. البداية 15، طب لما اعمل الى بالحساب يبقى البداية 15. طب نختصر ازاي؟ نجيب العامل المشترك، دي 5 في 3 ودي 5 في 4، يبقى العين ميم الف الخمسة على الخمسة فيها التلاتة، على الخمسة فيها الأربعة، يبقى الإجابة 3 إلى 4. وما دام عددين متتاليين يبقى خلصت المسألة. طب نعدل دي 12 إلى، يبقى نعمل إيه؟ نجيب ال 12 هنا ونودي ال 15 بعيد. إيه العامل المشترك اللي بينهم؟ ده زوجي، ده فردي، ولكن يقبلوا على التلاتة، على التلاتة فيها الأربعة، على التلاتة فيها الخمسة. خلصت المسألة. 20 إلى 25، نجيب ال20 أولا شمال وبعدين الخمسة وعشرين. ال20 أربعة في خمسة والخمسة وعشرين خمسة في خمسة، يبقى العين ميم ألف خمسة، على الخمسة فيها الأربعة، على الخمسة فيها الخمسة، ودي أبسط صورة. يلا واحدة تانية، 40 إلى 20، نحذف صفر مع صفر، المتبقي أربعة، المتبقي 2، أعداد زوجية، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين. طب واحدة كمان، 90 إلى 60، نحذف صفر مع صفر، يتبقى 9، يتبقى 6، ده زوجي وده فردي، والعامل المشترك 3، على التلاتة فيها التلاتة، على التلاتة فيها الاتنين. 12 إلى 14، أعداد زوجية، يبقى نقسم على الاتنين فيها الستة، على الاتنين فيها السبعة، ومادام متتاليين خلصت المسألة. 25 إلى 50، يجي ولد يقول دي أولها 5 ودي أولها 0 ونقسم على الخمسة، بس هتاخد خطوتين. طب يجي ولد أكتر شطارة يقول الـ50 قد الـ25 مرتين، يعني ايه يا حبيبي؟ يقول لي يعني على الـ25 فيها الواحد، على الـ25 فيها الاتنين، اعملها في خطوة واحدة، اولها 5 اولها 5، يبقى نقسم على الخمسة، على الخمسة فيها السبعة، على الخمسة فيها التسعة. السبعة والتسعة مش متتاليين، ولكن لا توجد عوامل مشتركة يا ولاد. الـ32 4 في 8، والـ36 4 في 9، على الـ4 فيها الـ8، على الـ4 فيها الـ9، تبقى الإجابة أهي. اللي بعده 30 إلى 60، نحذف صفر مع صفر، المتبقي 3، المتبقي 6، يقبلوا على الـ3، على الـ3 فيها الواحد، على الـ3 فيها الاتنين. الـ12 زوجي والـ18 زوجي، يقبلوا على الاتنين ويقبلوا على الثلاثة ويقبلوا على الستة. مين أحلى ولد اللي يقسم على الستة؟ على الستة فيها الاتنين، على الستة فيها الثلاثة. أدي أبسط صورة. 63 إلى 56، دي في جدول الضرب 7 في 9 ودي 7 في 8، يبقى المقرر 7، على السبعة فيها التسعة، على السبعة فيها الثمانية. الـ63 7 في 9، طب والـ72 8 في 9، يبقى المشترك 9، على التسعة فيها السبعة، على التسعة فيها التمانية، يبقى 7 إلى 8. 44 إلى 55، سهلة جدا، دي 4 في 11، دي 5 في 11، المشترك 11، على الـ11 فيها الأربعة، على الـ11 فيها الخمسة، دي أولها 0 أولها 5، يبقى يقبلوا على الخمسة، على الخمسة فيها الأربعة، على الخمسة فيها الخمسة، والعددين متتاليين. على الاختصار النسب، ولكن على شرطة الكسر يا كريم. الـ12 يقبل زوجي
وال20 زوجي يقبلوا على الاثنين ويقبلوا على الاربعه، مين الاحلى يا كريم؟ الاربعه على الاربعه فيها الثلاثه، على الاربعه فيها الخمسه. طب نيجي لدي، دي اربعه في اربعه ودي اربعه في خمسه، انا بجيب لك كانك في سنه ثالثه ابتدائي. على الاربعه فيها الاربعه، على الاربعه فيها الخمسه، ال14 وال21 مشتركين في جدول سبعه، على السبعه فيها الاثنين، على السبعه فيها الثلاثه، ال18 زوجي وال21 فردي والمشترك ثلاثه، على الثلاثه فيها السته، على الثلاثه فيها السبعه، 30 على 90 يا لمار، نحذف صفر مع صفر يتبقى 3 على 9، على الثلاثه فيها الواحد، على الثلاثه فيها الثلاثه، ال81 9 في 9 وال90 10 في 9، يبقى نقسم على التسعه فيها التسعه، على التسعه فيها العشره، 35 على 55، على الخمسه فيها السبعه، على الخمسه فيها ال11، 40 على 80 نحذف صفر مع صفر، 4 على 8 اعداد زوجيه، يقبلوا على الاثنين ويقبلوا على الاربعه، الاربعه احلى، على الاربعه فيها الواحد، على الاربعه فيها الاثنين، 21 على 28 دي 3 في 7 دي 4 في 7، المشترك 7، على السبعه فيها الثلاثه، على السبعه فيها الاربعه، كم كبير من مسائل الاختصارات لنا عشان تفهم، ويا رب تكون فهمت بإذن الله.